حصه قنينه تحتوي على مادتين كبريت واليوريد. هاتان المادتان فضلا عن كونهما مستعملان كاسمده ومبيدات في مجال الفلاحه والزراعه، فهي تدخل في تركيبه بعض الشحنات والعديد من الشحنات والعبوات الناسفه المتفجره والتي يمكن ان تحدث دمارا وتخريبا في مجال الاعمال الاجراميه. بالاضافه الى ذلك هاتان المادتان اثناء احتراقهما وتحليلهما ينتج عنهما نبعات غازات سامه قاتله ومبيده يمكن ان تصنف دوليا من بين الاسلحه الكيماويه المحظوره والمبيده.